هربا من جحيم الحرب والعيش في مخيمات بالكاد تحفظ كرامتهم. جاء موسم الأمطار فتدفقت السيول لتأخذ معها كل ما تبقى لهم من أمتعة. الفرشير حقنا سحب من السيل، مش معانا فروشات والقنابل خسعنا، لكن تبونا دي الطرابير والخيام مش معانا شيء. نحن حاطين حالة الأفراد والقنابل عشان نحن نحن في الليل هوين ناكل عيدا من السيل. في ظل انعدام المقومات الأساسية للعيش هنا، ينتظر هؤلاء المنكوبين أن تمتد لهم يد العون، خصوصا في ظل غياب الدور الرسمي للجهات الحكومية. شل علينا يعني السامان، ماتوا علينا مواشي، يعني راح الدقيق حقنا خسع والسكر خسع، من اليوم عاد احنا بناكل، لأنه كل شيء اللي راح علينا هذا راح مع المطر انتهى، كل السبائر حقنا ما فيش معنا. في الليل جلسنا مستقيمين زقمة، كل واحد حادف البنو مستقيمين، ومطر فوقنا وبرق. عشرات المخيمات في مناطق عديدة بمحافظة لحج تضررت بشكل كبير جراء تدفق السيول التي ضربت المحافظة، حيث تسببت بتفاقم معاناة الأسر النازحة ودفعت بهم من نزوح إلى نزوح أشد وأقصى. الأسر التي تضررتها من المخيمات حوالي 1445 أسرة، تضررت ما بين شكل جزئي وشكل كلي. المنظمات العاملة في اليمن بدأ بعضها بتقديم المعونات للنازحين في بعض المخيمات كمخيم المشقفة بمديرية تبن، بعد أن خلفت السيول وضعا مأساويا فيها. منظمة كارافان سوليدير الخيري الفرنسي اليوم توزع أكثر من 500 سلال غذائية، ويأتي ذلك في إطار الأحداث الأخيرة التي حصلت من هطول الأمطار الكثيرة والغزيرة، والتي يعني جرفت لكثير من المخيمات. أتى هذه المساعدات الأولية لإسعافهم ولتخفيف المعاناة عنهم. خوفا من تكرار المشهد، يخشى النازحون هنا أن تعود السيول وتسبب بإتلاف أمتعتهم الإيوائية والغذائية، وتتعاظم المخاوف من أي خسائر في الأرواح يمكن أن تسبب بها في ظل ظروف لا تتلائم مع حياة النازحين، لا سيما الأطفال والمرضى. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.